السلام عليكم دكاترة، إن شاء الله هذا الليكتشر التاسع على حسب جامعة بغداد، هو ثاني ليكتشر شرحته الدكتورة ريم اللي هو Development of Occlusion. The development of the dentition is an important part of the craniofacial growth as formation, eruption, exfoliation and exchange of the teeth take place during this period. احنا عندنا على حسب قانونين، على حسب انجل. انجل شنو قال؟ انه النورمال ريشن، شنو الديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن؟ النورمال ريشن مال اوكلوجن انكلايند برين اوف ذا تيث وين ذا جو ار كلوز. شنو قال انجل على الاوكلوجن؟ شنو هو الاوكلوجن؟ هي النورمال ريشن مال اوكلوجن انكلايند برين اوف ذا تيث من الجو كلوز. اش ورام جورج شنو قالوا الاوكلوجن؟ هي الكونتاكت ريليشن شيب بالفاكشن والبارا فاكشن مال الاسنان. الكونتاكت بين الاسنان سواء احنا مسوين فاكشن او بارا فاكشن، هاي منو قالها؟ اش اند رام جورد. صنفوها الى 4 فترات، النيو نيترال اللي هي فتره الولاده من عمره 0 الى عمره 6 اشهر، البرايمري دينتيشن من عمره 6 اشهر الى عمره 6 سنوات، الميكس دينتيشن من 6 لل 12 او لل 13، والبيرمننت 13 وفوق. زين، نمضي على اول مرحله، اول فتره. الاليفلر بروسيس بهذا الوقت شو يسموها؟ جامباد. هاي انتبهوا عليها النقطه. الاليفلر بروسيس اذا هو طفل عمره من 0 الى 6 اشهر شو يسموها؟ يسموها هي جامباد، اللي هي بينك ان كلر فيرم covered by dense layer of the fibrous perosteum. هاي الباد تنقسم من خلال جروفات. إذا قال تقسيمها ليبيال لينجوال أو بكال لينجوال، يا جروف ده يقسمها الدنتال جروف. آسفة، زين. إذا قال تنقسم إلى 10 سيجمنت، يا جروف تختارون ترانزفير جروف. زين، لعد اللاترال سالكس شو يقسمها؟ أو شنو يا جروف؟ من الكناين للسكس، هاي ما يسموها لاترال سالكس. زين، عندي جروفات. شو يسموها بال at birth of the baby؟ شو يسموها؟ جامباد stage، اوكي، اللي هي بري دنتال stage او يسموها النيو نيتشر، اللي هي من عمره 0 الى عمره 6 اشهر، يعني من الولاده لحد ظهور اول سن لبني، اللي عاده يكون اللور سنترال. زين، شنو قلنا الالفيلر ارتش؟ شو يسموها الالفيلر ارتش؟ شو يسموها؟ يسموها جامباد، اللي هي بينك ان كلر اند فيرم ان كونسيستنت، بيها ثيك اورال ميكوسا ومبرين. الترانزفير جروف يقسم لي اياها الى 10 سيجمنت. عندي شيء اسمه لاترال ساركس اللي هو من الكناين لحد الفيرست مولر ريجن، اللي هي مو السكس، انت تكون السكس سوري، هي المولارات مال بيدو اللي هي الدي والاي، من الكناين للدي والاي. زين، هذا اللاترال ساركس. زين، شكلها اللي هو ما منطقكم اياه اللي هو الهورس شوي شيب، ها منطقكم اياه هنا، تمام. بعد شنو اقول لكم عليها؟ ها عندنا الدنتال جروب اللي يقسم اياها الى ليبيوبكال واند لينجوال. زين، بعد شنو اللي يفصل السي والدي؟ يا جروف لاترال سالكس. نيجي على الأبر جامباد اللي هي الهورس شوي، مثلها هورس شوي، بيها لاترال سالكس نفسه، بيها الجنجايفال جروف اللي يفصل الجامباد عن البليت، شنو اسمه؟ الجنجايفال جروف. بيها الدنتال جروف اللي يبدي بالانسيسيف بابيلا، يمتد تو تاتش جنجايفال جروف بالكناين ويتحرك لاترالي لمنطقة المولر. اتوقع سهل.
اللور شكله يو، الابر شنو كان شكله هورس، اللور يو. هم بي لاتراس ساركس اللي هو من الكناين للدي، من الكناين للدي زين، وهم بي دنتال جروف، وهم بي الجنجايفال جروف هي لينجوال اكستنشن من الجمباد. الجنجايفال جروف مال الابر تفصل لي الجمباد عن البليز اللي هي هاي، تفصل الجام عن البليز يسموها جنجايفال جروف زين. نيجي على الريليشن شيب مال الجمباد، شوية ملاحظات. ألقى انتير اوبن بايت اترست وبالكونتاكت تصير بس المولر، يعني ألقى اوبن بايت. إذا قلت لكم الاوبن بايت هو في شيء طبيعي لو اب نورمال، لا هو نورمال طبيعي، طبيعي ان البيشنت يكون عنده اوبن بايت انتيريوري، وانه اذا يريد يطبق فتنسد بس من منطقة المولر. إذن أول كاركتر عندنا إنه هو عنده infant open bite وبس يصير عنده posterior contact، وهذا الشيء self correct زين. The upper gambad being more wide and longer than the lower، بالتالي صار عندي complete over jet. إذن بهيج مرحلة راح ألقى عنده complete over jet، لأن الماكزيلا جامباد وايد اند لونج ذان ذا لور، سواء فيرتيكالي اند هوريزونتالي زين. كلاس 2 زين. إذا قلت لكم بهيج مرحلة البيشنت يكون عنده كلاس 1 لو 2 لو 3، الطبيعي طبيعي يكون عنده كلاس 2. الطبيعي انه البيشنت بهاي المرحله يكون عنده كومبليت اوفر جيت، الطبيعي انه يكون عنده اوبن بايت، والطبيعي انه هو يكون كلاس 2 زين. كلاس 2 واخر شيء ان الماندبل لاترال سالكاي بوستيرير تو ماكسيلا لاترال سالكاي، الماندبل لاترال سالكاي هي صارت بوستيرير للماكسيلا. زين بهاي المرحلة الليبيال فرينيوم is usually attached to the incisive papillae ورا الإربابشن مال الجيش الديوستيس، هتتحرك تصير upward and give the incisive papillae attachment to alveolar bone formation in association with the development of the diostose. الليبيال فرينيوم attach المال للإنسيزيف بابلة، ورا ما تطلع الدش الديوستيس يعني بالمرحلة الثانية مال الدش الديوستيس تتحرك ابورد. ليش؟ لأن حيتكون بون، حيتكون الوفيلر بون زين. الابر اللي بهاي المرحلة ايش راح تكون؟ مرحلة البري دنتال راح تكون شورت. شلون راح يصير سيل؟ بين اللور ليب وبين التانك، هو مو عنده اوبن بايت، لعد شلون حيسد؟ راح يقدم لسانه لي قدام يطخه باللور ليب حتى يقدر يسد. اذا هو عنده اوبن بايت كلاس 2 كومبليت اوفر جيت، حتى يطبق وحتى يسد يعني يسد حلقه شلون حيقدم لسانه لي قدام زين. بعد شنو؟ هاي زين. اليونيشال دور ريليشن شيبس، اليونيشال جو ريليشن، الماندبل فاكشنال موفمنت هي فيرتيكال وشوية انتير بوستيرير. الماندبل فاكشنال موفمنت راح تكون فيرتيكال وشوية انتير بوستيرير وما عنده لاترال موفمنت، لذلك بهاي المرحلة ما أقدر أنطي تشخيص. يعني إذا جاني طفل أقدر أقول هو عمره لحد 6 أشهر، ما أقدر أقول هو يا كلاس وهذا طبيعي ولا مو طبيعي، ما أقدر. التشخيص بهاي المرحلة صعب، ما حيكون حقيقي زين. مرات يجي عنده أسنان سميناها نيشل توث اللي هو ينولد وهو عنده سن، النيو نيشل توث اللي هي خلال أول شهر يطلع عنده سن، البري إيربتد تيث اللي هي يطلع عنده أسنان بالشهر الثاني أو الشهر الثالث، هاي يسموها بري إيربتد تيث
زين، بهاي الحالة يكون عنده إلى موضوع جينيتين بالك، بس ما صاير عنده روت، يعني السن من يطلع ما بي روت، أو الروت يكون قصير. زين، المعدل ما موجود هاي الأسنان 1 إلى 1000 أو 1 إلى 30 ألف شخص، يعني كل 1000 شخص واحد من عندهم يكون عنده سن خلال يعني مرحلة 30 يوم أو أول ما يولد للدنيا. زين، عادة يكون يا سن يكون ماندبل انسايزر، وشنو يكون؟ إنامول هايبوبليجيا، وهذا الشيء أكثر شيء يكون وراثي يعني بتاريخ العائلة. زين، وبوقت الولادة الماكزيلا والماندبل يكونون صغار مقارنة بحجم الوجه. بعدين يصير أكو ديفلوبمنت سواء فينتر أند ترانسفير. تبدي الأوفر جيت، أنا مو قلت عشان عنده كومبليت أوفر جيت، تبدي في الأوفر جيت تشبيها تبدي تقل خلال هاي 6 أشهر، يزداد حجم الفك، يبدي يصير عنده اطباق منين؟ بالسكس، بال كل ساعه اقول سكس، بالدي والاي، بالدي والاي يبدي الاطباق يتكون بالدي والاي. انتيريوري هو اوبن بايت، ما عنده يطبق بس بالدي والاي. الإرابشن مال الشدية الوسطي يبدي بيا عمر، يبدي بعمر 6 أشهر. الإرابشن مال الشدية الوسطي يبدي بعمر 6 أشهر. زين، هاي خلصنا أول مرحلة. نيجي على الديسيديوس او البرايمري تيث، المرحله الثانيه. مو قلنا خلال 6 أشهر راح يطلع عنا اول سن؟ زين، هو شلون اتطور هذا السن؟ بش وقت؟ بالاسبوع السادس كدنتال لامينا، بدا بالاسبوع السادس كدنتال لامينا. عندي صار عندي تين باد، 10 بالابر و10 باللور حتى يطلع بيها السن. التطل مالتي راح يكون هو 20 سن، عبارة عن سنترال لاترال كناين اند فيرست مولر وسكند مولر اللي هي الدي والاي. خمسة بكل كوادرنت، 10 بكل ارتش، عدده كله 20. بالشهر السادس يطلع اول سن، وتطورت بالاسبوع السادس من الحمل. زين، عادة هو يبدي اول سن يطلع عنه هو ديشيديوس مانديبولار سنترال انسايزر، هذا اول سن يطلع، وبعمر السنتين ونص تطلع كل الأسنان. وهاي الصورة كاتب لكم كل سن شو كانت يطلع بيها عمر. زين، إذا نشد يوز ديتشن ستيج أو البرايمري شو كانت تبدي من عمر 6 أشهر إلى عمر 6 سنوات، أول سن يطلع من هو اللور سنترال انسايزر. شلون ترتيب الأسنان؟ خلي أقول لكم إياه. أول شيء اللور سنترال، وراها اللور اللور لاترال، عمر 6 أشهر بسبعة أشهر، وراها الأبر سنترال والأبر لاترال بعمر 8 أشهر تسعة أشهر، وراها اللور دي، اللور دي بعمر 12 شهر، وراها الأبر دي قد 14 شهر، وراها اللور سي 16 شهر، وراها الأبر سي 18 شهر، وراها اللور اي 20، وراها الابر اي 24 اللي هي سنتين. طبعا مو ضروري كل طفل عمره 6 شهور يطلع على اول سن، لا عادي اكو فاريشن، يعني عندنا لحد سنه ممكن يطلع على السن. زين، بعد شنو؟ الدايركشن اللي تطلع بيه الاسنان هو فيرتيكال دايركشن. بعد شنو؟ بيها البرايمري تيث الغى الانتر انسايزر الارش مالتها كبير، لما لو عندي بيرمنت تيث الانتر انسايزر الارش اصغر. ليش؟ لان الاسنان الدائميه صار بيها انكلانيشن، الاسنان الدائميه بيها انكلانيشن فخلت لي اياها اصغر. زين، بعد شنو؟ الربشن قلنا بالفيرتيكال دايميشن.
فين ما قلت لكم؟ خلينا نشوف السيل ساينز ماي برايمري دينتيشن. الارش اوفويد ليش شنو كانت؟ الابر هورس شوي واللور يو، شنو صار؟ صار اوفويد ارش فورم. الاسنان تكون ستريت او فيرتيكال، لذلك الانتر انسايتال ارش يكون اكبر. عند ديب بايت جسا كان لحد 6 شهور عندهم اوبن بايت، جسا صار عندنا ديب بايت. ليش؟ سبب شنو؟ سبب الانكلانيشن مال البرايمري انسايزر. يعني اذا قال لكم عنده ديب بايت طبيعي، اي طبيعي. مينيمال اوفر جيت اند ابسنس اوف ذا كراودنج، ما عنده كراودنج الاوفر جيت بدا يقل. اذا قال لكم كومبليت اوفر جيت شو اختارون؟ اول مرحله. اذا قال لكم مينيمال اوفر جيت تختارون المرحله الثانيه اللي هي هاي برايمري دنتيشن. عندنا نوعين، عندي كلوز وعندي سبيس. الطبيعي هو السبيس او الاوبن، المو طبيعي هو الكلوز. الكلوز هو شنو؟ ما عنده سبيس بين الاسنان، فبالتالي يعني البرايمري تيث مطبوقه واحده ويا الثانيه، فاتوقع ايش راح يصير عنده مستقبلا؟ راح يصير عنده كراودنج. اخاف ده اشرح بسرعه، خليه اعيد. احنا قلنا قسمناها 4 مراحل، مرحلة من 0 إلى 6 شهور ألقى عنده open bite طبيعي، ألقى class 2 طبيعي، ألقى complete over jet طبيعي. المرحلة الثانية اللي primary dentition أقسمها نوعين، الطبيعي إن الطفل أكو عنده space بين الأسنان طول ما هي أسنان primary. المو طبيعي إنه ألقى الأسنان البرايمري وحدة طاخة بالثانية. حاطين لكم صورة والله ولا لا؟ لا. زين، المو طبيعي انه ما لقى اكو سبيس بين الاسنان كلوز برايمري دينتيشن، لان معناها شنو؟ معناها راح يصير عنده كراوننج بالبيرمننت تيث. زين، نجي على النقطه الثانيه، سبيس او الاوبن، اللي هو هم نوعين، فيزيولوجيكال او جنرالايز وبرايمت او اثروبويد. الفيسيولوجيكال او الجنرالايز او يسموه ديفلوبمنتال، اللي هو القى سبيس بين الاسنان بشكل طبيعي والقاه واضح منطقه الانتيريور من منطقه البوستيريور، عاده يكون 4 مليم بالابر و3 مليم باللور، على مود تطلع اسنان البيرمنت لان هي حجمها اكبر من اسنان البرايمري تطلع براحتها. هذا الطبيعي. نجي على الثاني البرايميت او الاثروبويد، هذا ايش يصير بالضبط؟ يعني شلون يصير السبيس؟ بالماكزيلا السبيس صاير بين اللاترال والكناين، يعني شو نقول انتيرير تو كناين، وبالماندبل السبيس بين الكناين والجي، يعني ديستال تو كناين. السبيس انتيرير تو كناين بالابر وديستال تو كناين باللور. هذا شو يسموه السبيس؟ برايميت سبيس او اثروبويد سبيس. ليش؟ على مود من يصير عندي ميزيال شيفتنج، حتى من يصير ميزيال شيفت ويطلع السكس ويدفع لي هاي الاسنان اللي هنا، يعني من يطلع السكس راح يدفع لي هاي الاسنان يسوي لي اياها شيفتنج. اذا قال لكم شنو هو الفيسيولوجيكال او الجنرالايزد سبيس؟ هو عنده سبيس بين الاسنان على مود حجم الاسنان الدائميه اكبر، فمن تطلع السبيس هذا راح ينسد. اذا قال لكم شنو يعني برايميت سبيس؟ يعني اكو فراغ بالبرايمري تيث بالابر بين اللاترال والكناين، او يقول لكم انتيرير تو كناين، اي صح ما غلطان، انتيرير تو كناين، وباللور بين الكناين والدي، او يقول لكم ديستال تو كناين. زين زين، نرجع على الكلوز اللي هي حالة غير طبيعية. إذا قال لكم الأب نورمال راح تختارون الكلوز، لأن حيصير عندنا مستقبلا كراودنج. أما لأن الأسنان حجمها كبير، ليش يصير؟ أما لأن حجم البرايمري تيث كبير، أما لأن هو عنده نارو جو. زين؟
قلنا عنده ديب بايت طبيعي، وهذا يكون سيلف كوركتد. شلون هو عنده ديب بايت؟ راح يصير عنده اكسبريشن، راح يصير عنده جروينج، راح يبدي يطلع الدي. هاي كلها شو تسوي؟ تفتح الديب بايت. هو مو ديب بايت، هو ديب بايت. من يطلع السكس بعمر 6 سنوات راح يتحول الى اتش تو اتش، وتبدي الاوفر زيت تتقل. ليش تبدي الاوفر زيت تتقل؟ لان الماندبل دا ينمو. اذا قال لكم كومبليت اوفر زيت راح تختارون اول ديفلوبمنت. زين، فاذا قال لكم شنو؟ اذا قال لكم كومبليت اوفر جيت راح تختارون البري دنتال ستيج. اذا جالكم الاوفر جيت قل، مينيمال اوفر جيت، ايش راح تختارون؟ الديشيديوز دنتيشن. زين، اذا قال لكم ليش؟ لان المادبل دا ينمو، لكن الاوفر جيت قل. اذا جالكم اوبن بايت راح تختارون البري دنتال ستيج. اذا جالكم ديب بايت راح تختارون الديشيديوز ستيج. زين، اذا جالكم كلاس 2 حتقولون طبيعي، كلاس 2 بالبريدنتال ستيج هذا طبيعي. زين، نجي على الريليشن. الريليشن مال الاسنان اللبنيه تختلف عن الاسنان الدائميه. الاسنان الدائميه اعتمدنا على السكس، اعتمدنا على انجل كلاسيفيكيشن، هنا يختلف. شنو اسمه؟ اسمه تيرمينال بلين. هناك قلنا انجل كلاسيفيكيشن خصميها كلاس 1 و2 و3. هنا تيرمينال بلين هو الطبيعي، وعندي ميزر وعندي ديستال، عندي ثلاثه تيرمينال بلين وميزر وديستال. الطبيعي هو الفلاش تيرمينال بلين، اللي هو شنو؟ اللي هو الديستال مع الابر ومال اللور اي بنفس المستوى. الديستال مال الابر اي والديستال مال اللور اي بنفس المستوى، هذا الطبيعي، هذا كلاس 1. زين، وراح احكي لكم عن الميزيال. الميزيال شنو بقى هاي الصوره؟ الديستال مال اللور اي صاير ميزيالي للابر اي، هذا كلاس 1، ممكن يتحول الى كلاس 3. الديستال مال اللور اي صاير ديستالي للابر اي، هذا يصير كلاس 2. وسوي لي مشكله ما تنحل الا احنا نسوي لها تقويم. هذا يفيدني حتى اعرف نوع العلاقه بالمستقبل، حتى اعرف البيشنت متقبلا راح يكون كلاس 1 لو كلاس 2 لو كلاس 3، تعتمد على التيرمينال بلين. اذا فلاش تيرمينال بلين معناها الديستال اند مال اللور دي لور اي نفسه ونفس المستوى مال الديستال اند مال اللور مال الابر اي. الديستال اند مال الابر اي نفس المستوى مال الديستال اند مال اللور اي. ليش؟ لان عرض الماندبل مولر اكبر من عرض الماكسيلا مولر. زين، الميزيال تيرمينال بلين، الميزيال ستيب انه الديستال سيرفيس مال اللور اي صايره ميزيالي للابر اي. الديستال تيرمينال بلين الديستال ستيب اللي هي الماكزيلا انتيرير تو ماندبل، او شو يقول لكم؟ يقول لكم الديستال مال اللور اي صايره ديستال للابر اي. شفت لكم اياها من كل الاتجاهات. زين، بس المفروض كل البرايمري تي تتبدل بيا من التيث بيا عمر بعمر 6 سنوات. يعني اول سن دائم يطلع هو اللور 6 بعمر 6 سنوات. هنا راح يتحول الى مرحله النكس دنتيشن اللي هي المرحله الثالثه. من تطلع البيا من التيث راح يصير عندي روت ريزوبشن. البيا من التيث تدفع الروت مال البرايمري تيث ويصير عندي ديسولف باي اودونتوكلاست. هاي عملية الشيدينج يسموها اكزوفوليشن. اكزوفوليشن شنو يعني؟ البرايمري وقعت طلع مكان في البيرمنت. بعمر 12 سنة عنده بس أسنان دائمية، يعني من 0 إلى 6 أشهر ما عنده أسنان. 6 أشهر 6 سنوات أسنان لبنية، 6 سنوات ال 12 سنة أسنان لبنية ودائمية، 12 سنة وفوق بس أسنان دائمية.
هاي سويت لكم اياها. زين نجي على الميكس دنتيشن. بيان عمر 6 إلى 13 سنة، هو عنده أسنان لبنية وعنده أسنان دائمية. هاي قلت لكم إياها بس خلي أعيد لكم إياها، أخاف ما لحقتوا تسجلوها يمكم. مال الفلاش والنيزل والديستال. الفلاش تيرمينال هو الطبيعي اللي هو معناته مستقبلا راح يصير عنده كلاس 1. الميزيال ممكن يصير مستقبلا كلاس 1، ممكن يصير كلاس 3. الديستال معناتها راح يصير مدخل يعني كلاس 2. الديستال معناتها البيش مدخل يعني راح يصير عنده كلاس 2. زين ايه نكمل. الميكس دنتيشن بين عمر 6 سنوات و13 سنه اللي هي اسنان لبنيه واسنان دائميه. 3 انقسامات، اول مره اول فتره اللي هي الفيرست، الثانيه الانتر، والثالثه السكند. بالفيرست ايش راح يصير عنده؟ راح يطلع عنده اللور 6، يطلع عنده السكسات. والانسايزر تبدل، توقع البرايمري وتطلع البيرمننت. على السكس يطلع بيان عمر بعمر 6 سنوات، واللي هو يلعب أهم دور بالإطباق. يتأثر بالترمينال بلين، يعني إذا كان فلاش ترمينال بلين يطلع بمكانه. وبالنهاية شي يصير كلاس 1. بعدين شو يصير؟ حيصير بي شيفتنج ميزيالي، يتقدم ميزيالي شو وقت من يوقعون الدي والاي. زين شو حيسوي؟ حيصير عندي لي واي سبيس اللي هي الليت ميزيال شيفتنج. يعني اذا البيشنت البيدو فلاش تيرمينال معناتها شو حتوقع يصير؟ يا كلاس 1. شو وقت من يطلع عند السكس؟ من يطلع السكس راح احول كلمة فلاش تيرمينال الى كلمة كلاس 1. إذا دستل ستيب شنو قلنا؟ كلاس 2 صار عنده، يعني صار عنده مال اوكلوجن، بعده تعدل مو سيلف كوركت إلا نسوي له أورثو. يلا الميزيال ستيب ممكن تصير كلاس 1، ممكن تتحول كلاس 3 مال اوكلوجن. نجي على الايرلي ميزيال شيفت اللي يصير بالإيرلي ميكس دنتيشن. مو حيطلع السكس؟ السكس من يطلع راح يدفع للدي والإي، فراح يسد لي السبيس. هسه هنا اكو سبيس، هسه هذا الكناين، هذا السنترال لاترال كناين، هذا الدي وهذا الإي، مو اكو سبيس بين، قلنا ذيك الساعة قلنا اكو سبيس باللور بين بين السي وبين الدي، وبالأبر بين البي وبين السي. من يطلع السكس هذا السبيس راح يسده. هاي هذا يسموه early mesial shift. نجي على الليت، من يوقع الاي الليت ميزال شيفت، من راح يوقع الاي راح يصير شيفتنج للسكس ميزيالي. هذا شيء يسموه ليت شيفتنج. يعني هو بكل الأحوال راح يصير ميزيال شيفت سواء بالإيرلي أو بالليل. بحالة وقع الإي من وقت ما راح يصير شيفتنج صحيح، راح يصير الفيك ما راح يصير طوله مناسب، حيصير الطول مالته قصير، فممكن يصير عندي كراودينج.
نيجي على ليوي سبيس 1947. ليوي عشانو يحكي العرض مال الثري والفور والفايف أقل من عرض السي والدي والإي، أو يقول لكم عرض السي والدي والإي أكثر من عرض الثري والفور والفايف. هذا ليوي سبيس أوف ذا نانس 1947. هذا مهم. بالماكزيلا بكل سيجمنت او بوينت 9، احنا عندنا 2 سيجمنت يعني 1.8، بالماندبل 1.7، واحنا عندنا 2 سيجمنت يعني 3.4. وراها الاكسشينج اوف ذا انسايزر. الانسايزر من تطلع لينجوال، يعني البيرمننت انسايزر من ده تطلع لينجوالين للبرايمري انسايزر، وهاي مهمة. زين، شنو هو الانسايزر اللي بيلا تري؟ الانسايزر اللي بيلا تري يعني انا ايش قد محتاجه سبيس، وايش قد فعليا احنا عندنا سبيس، ايش قد احنا محتاجين سبيس حتى تطلع البيرمننت انسايزر بمكانها، وايش قد فعليا اكو سبيس. هذا يسموه انسايزر اللي بيلا تري. يتاثر بشنو؟ بالانتردنتال في سيرجيكال سبيس. المفروض الاسنان اللبنيه بالماكس اللي بيها ناتها سبيس 4 مليم، والماندبل سبيس مالتي 3 مليم. انكريز ان انتر كناين ارتش ويث، مو اني عندي جروينج، هذا الجروينج راح يزيد لي السبيس. انكريز ان انتيريور لينكس اوف ذا دنتال ارتش. البيرمننت انسايزر الرايت ليبيال تو برايمري انسايزر، هاي بالابر، بالابر تطلع الانسايزر ليبيالي، باللور لينجوالي. زين، بعد شنو؟ البرايمري تيث تطلع ابرايت، بينما البيرمننت تطلع انكلاين. هنا عايزيها ان البرايمري تيث ظهورها يكون ابرايت، البيرمننت من تطلع صار بها انكلاين. لذلك الانتر انسايزال انجل تكون 150 بدش الجوف، بينما بالبيرمننت 123. يعني شنو؟ يعني بدش الجوف تكون اكبر الانتر انسايزال انجل من البيرمننت. بعد شنو اقول لكم معلومات؟ يعني هسه هاي الفيرست ترانزيشنال شنو صار عندي؟ تغير بالعظم، صار عندي vertical change، صار عندي growth و attrition، صار عندي growth، صار عندي attrition للأسنان اللبنية، صار عندي bone resorption، بالتالي صار عندي space. الاتريشن وين يصير؟ يصير بالانسايزر ويصير بالبروكسيمال سيرفيس. بالليت ستيج تتحول العلاقة إلى اتش تو اتش، بالليت ستيج تتحول كاسب تو كاسب أو اتش تو اتش ريليشن شيب، هاي بالليت ستيج. بعد شنو؟ إذا قال لكم الكيرف اوف اس بي بدش الجواز، وين بدش الجواز؟ هاي إذا قال لكم الكيرف اوف اس بي ايش تختارون؟ تختارون فلات كيرف اوف اس بي، مينيمال اوفر جيت، ما عنده كراودنج، او فويد ارتش. بعد شنو؟ الأسنان تكون ابرايت، من تجي تطلع اليمين تبدي تطلع على الانكلاين. الانتر انسايتال انجل بالبرايمري 150 أكبر من البيرمننت اللي هي 123.
ها هي هذا الليكتشر الثاني من محاضرات دكتورة ريم.